وللحديث أكثر عن جهود الهيئة لاستقطاب هذه المناسبات معنا عبر الهاتف الدكتور علي فولاذ مستشار بهيئة البحرين للسياحة والمعارض. أهلا بك في نشرة الأخبار، وإذ تحدثنا عن كيف يساهم هذا النوع من المناسبات التي تستضيفها البحرين في الدفع بالحركة السياحية وما نتائجها الاقتصادية؟ السلام عليكم. في البداية أحب أشكر هيئة وزارة شؤون الإعلام ممثلة بتلفزيون البحرين وإلى المشاهدين الكرام. طبعا استضافة مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض أكثر من 54 عرس خلال فترة من 2017 حتى نهاية 2024، اللي هو هذا حضرها مع مجموعة 20,000 مدعو. بمعنى أن كل عرس حوالي 370 مدعو. طبعا في بعض الحالات احنا نستلم في يعني ممكن ل 600 و700 عضو زائر. واستطاعت في فترة زمنية قصيرة مملكة البحرين أن تصبح وجهة عالمية وعلامة تجارية بارزة. يعني هذا التبوء يأتي بشهادة مسؤولين ومنظمين الأفراح العالميين من خلال القفزة الكبيرة في أعداد الأعراس العالمية بعد جائحة كورونا كوفيد-19. عوائل من الهند، من الشرق إلى الغرب، الهند، باكستان، الصين، استراليا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، دول اسكندنافية، المملكة المتحدة، كندا، بالإضافة إلى الدول الخليجية، الإمارات العربية والسعودية والكويت والأردن وإلى آخره. نعم. والقائمة الله يسلمك بزيادة. نعم دكتور علي، يعني ما هي أنواع الخدمات التي تنشط خلال فترة انعقاد مثل هذه المناسبات؟ والله بالنسبة لسؤالك، بالنسبة كيف أن هذه الأفراح والأعراس تدفع بالحركة السياحية والاقتصادية، طبعا ناقلتنا الوطنية طيران خليج تستفيد استفادة كبيرة من جلب المدعوين، كل مرافق مطار البحرين الدولي، المنشآت السياحية المصنفة عالمية في القطاع الخاص من فنادق منتجات الأسواق، لما الفنادق تستقبل هذه طبعا كل الأسواق الغذائية في السوق تتحرك، شركات التنقل، منظمين حفلات الأعراس، الديكور. حبيت أخبرك أنه قد يكون العرس الأولي كان في اعتماد كبير على من خارج البحرين، ولكن الأعراس الحالية كلها تعتمد على السوق المحلي البحريني لأنك وهو مجهز جاهزية كبيرة لاستقبال هذه الأنواع. نعم. ولا ننسى طبعا زياراتهم للأسواق المحلية والمراكز التسوق والتشري، ولا ننسى طبعا هذه فرصة أن يزورون والتعرف على الجانب التاريخي والتراث الحضاري لمملكة البحرين وإلى آخره من الأمور. نعم، كان معنا عبر الهاتف الدكتور علي فولاذ مستشار بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، شكرا جزيلا لك.